حياكم الله من جديد. بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030، شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا بنسبة 50% في معدلات وفيات الطرق. هذا التحسن الكبير يأتي نتيجة تعاون الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة الداخلية، لجان السلامة المرورية، وتطبيق استراتيجيات متقدمة وأنظمة تقنية حديثة لضمان سلامة قائدي المركبات والمجتمع بأسره. يعكس هذا الانخفاض أيضا أهمية المبادرات الوطنية في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي لدى السائقين. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا الذي ينضم معنا في الاستوديو، الأستاذ إبراهيم أبو شرارة، المستشار الأمني وعضو جمعية أمان للوقاية من الحوادث. أهلا بك أستاذ إبراهيم، شكرا لقبول الدعوة حضورك معنا اليوم. أهلا وسهلا، شكرا لدعوتكم الكريمة، وأقدم لكم الشكر باسم الرئيس التنفيذي لمجلس أعضاء جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية الدكتور المهندس إبراهيم الطبيب. الله يحييك، شكر لك وله أستاذ إبراهيم. خلنا نبدأ معك بشكل عام وخلنا نتكلم بالأرقام. إحنا اليوم نقول إنه انخفاض بنسبة 50% في معدل الوفيات. نعم. نتاج ماذا؟ ما هي المبادرات التي اليوم تم تطبيقها على أرض الواقع؟ وحنا كنا نستهوي تسمية إرهاب الشوارع سابقا. صحيح. من كثر الحصد اللي كان يحصده كنا نصل ل 30 إلى 40 ألف بالسنة تقريبا كوفيات أو أكثر بعد. تفضل. لا، على الله يحييك، أنت أشرت لها، هي جهود متضافرة. أضف إلى التوجه في الآليات الجديدة في التحكم المروري في رصد المخالفات، كان لها دور كبير في تقليص هذا العدد. أنت تذكر بداية ما بدينا في الجوالات واستخدامها، كانت عندنا حوادث كوارثية. صح. وعالية جدا باستخدام الجوال، وبدأت تنخفض بعد تطبيق نظام التحكم والآلية في رصد السرعة والتجاوزات المحددة. هذه أعطت وعي آخر للأخوة قائدي المركبات من مواطنين ومقيمين في الحد من السرعة الزائدة اللي تسبب التهور. الجهود الكثيفة مع الجهات الحكومية من وزارة الصحة، من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، المرور، أمن الطرق، كل هذه كان لها دور كبير. الوعي تغير، الرسالة صارت توصل أسرع من أول، يعني الآن وسائل التواصل كان لها دور كبير في إيصال بعض اللي قد تساعد في تهدئة الوضع أو انخفاض. أنا كنا نباشر في حدود 10,000 وفاة في السنة في مدينة الرياض، بالرياض الواحد. لذلك كان يعني على ما قلت من قبل شوي كان إرهاب شوارع، وكان ناس ثانية تعطي إحصائيات أن في حروب في دول عالمية ما لم تحصد على أعداد هذه. صح. كذلك من ناحية الإصابات والإعاقات الكبيرة اللي بلغت فيها فوق يعني أعداد ما تصوروا، مليارات في التكاليف في هذا الشيء. ولكن الحمد لله إن شاء الله بالرؤية 2030 ورؤية سيدي ولي العهد عراب الرؤية يعني الانخفاض واضح والالتماس، وإن شاء الله القادم. يعني الآن في قراءة لوزارة الداخلية في آخر إحصائية أنه في انخفاض في السنة هذه في 9 أشهر الماضية، في انخفاض ملحوظ حتى في نسب الوفيات أعدادها. فإن شاء الله تعالى أن نوصل للشيء اللي تطمحه لجنة السلامة، اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، بانخفاض هذا العدد. لما نقول انخفاض الوفيات ب 50% مقارنة بكم؟ كم الرقم اللي نقارن فيه هنا اليوم؟ من ناحية مقارنة، من ناحية عدد 50% وفيات الحوادث. نعم. كم اللي توفوا رحمهم الله في الحوادث؟ اللي توفوا الآن في 23 كانت الإحصائية الأخيرة تقول 4,200 في المملكة. فهذا عدد مختلف. كم أعمارهم اللي نتكلم عنه؟ هو العادة الحوادث أكثرها تكون ما بين 15 سنة إلى 35 سنة. سن الشباب. 35 سن الشباب وسن العطاء. العطاء وسن الدولة قاعدة تبني جيل جديد وتنهض بالمجتمع. فأنت في لحظة كلنا يعني ما بين مساعد وما بين يعني يقلص من هذا العدد. احنا كأولياء امور لنا علاقة، احنا كرجال امن لنا علاقة، احنا كرجال تعليم لنا علاقة كبيرة جدا. فهذا الشيء نوصل له ان شاء الله
بالطموح وبالتكثيف في إرسال وعي، وهي من ضمن أساسيات جمعية أمان للسلامة المرورية الآن. نسعى في اجتماعات مع جهات معنية بالدعم وبالتواصل على أساس أن نوصل للشيء. بقف يمكن على دور جمعية أمان والمبادرات والجهات ومن بينها أيضا وزارة الداخلية، لكن 4000 متوفى رحمهم الله، وش الأسباب، أسباب الحوادث؟ لعله من الجيد اليوم نتحدث عنها أستاذ إبراهيم، لأن نبغى نقول للناس اليوم وش الأسباب اللي أدت للشخص أنه يخسر روحه يخسر نفسه. نتكلم عن الجوالات، نتكلم عن السرعة، عن ماذا نتكلم؟ في هي من ناحيتي أنا أتكلم كشخص يعني مطلع على الشيء ذا، هي جهتين. أنت تتكلم عن أنه في مخالفة للأنظمة باستخدام الجوال، التهاون الشيء البسيط فيه حتى رسالة بسيطة وهو ماشي في الطريق ثواني يفتح هي الثواني، هو يقول لك أنت الثواني اللي تضغط فيها الألف ولا الباء ولا الاسم اللي بتكتبه كأنك مغطي على عيونك ثانيتين. فشوف كيف وانت كذا بس ما انت مغطي على عيونك، كيف بعد ما تشيل يدك ايش بتلاحظ مفاجأة الطريق قدامك؟ مفاجأة الطريق ما تتوقعها وشي، لا داخل الحي ولا على الطرق السريعة. أضف إلى ذلك الشيء الأهم برضو المركبة نفسها ما تتوقع إيش يكون فيها من نتائج في المفاجآت هذه. نعم، وش أكثر المبادرات أستاذ إبراهيم اللي تعتقد أنها نجحت في خفض الحوادث؟ أكثر شيء والله هو يعني قد يكون ناس يقولون لا، الضبط الردع. الضبط المرور أنا أحب أسميه الردع، لا يأخذون على الناس يقولون هذه لا هو ردع، لأنه أنت قاعد تحافظ على حياة وحياة المجتمع. هو جدا إذا وصلت الرسالة هذه أني أنا قاعد أحافظ، كل بيت فيه كل واحد فينا مكلوم من حادث، وفاة ولده ولا وفاة أخوه وفاة قريبه صديقه بسبب تهاون بسيط، يا في قيادة المركبة في سن قبل المحدد له، أو أنه تهاون بأنظمة مرورية وعلى ما يقول هذا حريف سواقة ولا ترى ما علي كم من ولدي هذا ما ترى اللي سوقه كوريلا ما هي تريلا. فإذا طلعنا من الصورة دي وبدينا نعطي الأولوية لهذا الابن وهذا الأخ وهذا القائد المركبة بصفة عامة كان مواطن أو مقيم، أو أوليناها الجهد الكبير بحيث أن نحاول أنه نكون معه نعينه على أنه يردع نفسه من ارتكاب هذه المخالفات. خلنا نسألك عن الوعي الجمعي اليوم عندنا كسعوديين وكمقيمين على في البلد، يمكن في السابق كان ونذكرها يمكن خصوصا عمليات التفحيط والتجمعات اللي كانت تصير وحسب ما يسميها أو ما تسمى بلغة الشارع التعزيز عشان تصير هذه العملية. نعم. هذه اندثرت اليوم، إن شاء الله. قد تكون إن شاء الله أنها يعني مهم موجودة، لكن السؤال لأي مدى الوعي الجمعي والثقافة الجمعية أسهمت اليوم بخفض الحوادث؟ يعني نصح الناس لبعضها، حث الناس لبعضها لعدم السرعة وعدم مسك الجوال، هل تغيرت الحال؟ والله شوف أتكلم لك أنا عن شخص يعني 33 وأكثر من 33 سنة في المرور، فيه تغير واضح أشوفه أنا خارج الخدمة الآن 16 سنة، أشوف شيء يعني واضح بين الشباب حتى بين الأولاد بين أقاربك أبناء أقاربك كذا، حريصين على أنه السيارة أخذت لعملية قصد معين في خدمتك ما هي لاستعراضات أخرى قد تؤدي للتهلكة، بالإضافة إلى أنت كولي أمر حرصك الشديد على إيصال هالرسالة، بالإضافة العظمى لتطبيق الأنظمة بحذافيرها وبشدتها من قبل الجهات المعنية. في جزء مهم أنا بسألك عنه أستاذ إبراهيم وهي الطرق. اليوم وسائل السلامة اللي موجودة في الطرق، نتكلم عن المصدات اللي موجودة كانت أول حديد الآن استبدلت بمصدات مطاطية ومتحركة وغيرها من التقنيات اللي موجودة نعم. في الطرق، البنية التحتية في الطرق اليوم هل أسهمت بشكل فعلي أو خلينا نقول أسهمت بشكل فاعل في تخفيض الحوادث؟ نعم، احنا نقول أن التغيير هو صحيح عندنا أخطاء من السابق في الهندسة المرورية في تصميم التقاطعات وتصميم الطرق والالتفافات، وأن مفروض أن نساعد قائد المركبة على تلافي وقوع الحادث ما نكون سبب له أو عون، كل هالجهتين ذي هو يقول سبب الحادث قائد المركبة المركبة والطريق. نعم. بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن إنشاء هذه الطرق بالإضافة للجهات المسؤولة عن تطبيق الرادع كل هذه تعتبر مساعدة على الحوادث، لكن إذا كل منا عمل عمله وحرص على الشيء هذا حتى في تصميم تقاطع بسيط داخل حي أو تقاطع رئيسي فيه يكون فيه
تقاطعات محددة في الالتفاف بحيث أنها تعطيه حماية قبل ما يدخل الطريق. انخفضت نسبة وفيات الطرق من 28.8 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2016 إلى 13 حالة في عام 2023. نعم. وش الرقم اللي نبغى نوصل له؟ والله احنا نتمنى نوصل للصفر ان شاء الله باذن الله. يعني دولة بس اليوم احنا كم وصلنا؟ دولة من دول العالم وصلت كانت مقررة انها خلال 10 سنين توصل للصفر. وصلوا؟ اظنها السويد. ففي 8 سنين وصلوا للصفر. بس تضافر جهد عام ما بين مجالس نوادي، ما بين منتديات، ما بين ديوانيات، ما بين حتى عندنا اكبر شيء اللي هو المسجد، اعظم شيء يوصل الرسالة دي باسرع ما يمكن. فله دور كبير إذا تضافرت هذا الجهود. ليه لا؟ إحنا عندنا شباب ما شاء الله تبارك الله أثبتوا وجودهم على مستوى العالم في الشهادات اللي يحصلون عليها، فبيوصل رسالة بسيطة بمقطع بسيط ثواني. شوف الشعب عندنا أو الشباب عندنا يحب المقاطع البسيطة في الرسالة. نعم. وكل ما كانت أكثر هدف. يعني أنا أذكر مرة، عفوا من الكلمة دي، لكن كان في مشهد أبعد الله عنه وعنكم، لكن آمين. سنة الحياة، مقابر ومحطوط عليها جوالات كذا، فإيش خلاص يأخذ الواحد قبرك بالجوال. فهذه وصلت رسالة سريعة وهي مشهد بسيط. أنت رجل لك باع طويل جدا في المرور، ويمكن في السلامة المرورية. هل تذكر قصة اليوم مؤثرة؟ يمكن هذه ناخذها من جانب العظة والعبرة اليوم أستاذ إبراهيم. هل تذكر قصة معبرة مؤثرة لك لحادث يعني ظل عالق بذهنك كل هذه السنوات؟ أول شيء شكرا لك على الشيء اللي أعطيتني هذا، وأنا رجل عادي. وأنا أنت تستحقك. لا الله يعز قدرك، هذا شيء من طيبك أنت وحسن ذوقك. لكن في الميدان فيه من هو أكفأ مني الآن وسابقا. في من الحوادث اللي والله جت على البال، أنا ما كنت معد للشيء هذا، لكن جت على ربط حزام الأمان. عندي حادث، الملف عندي جاي فيه وفاة وفيه مصابين. سبب الوفاة عدم ربط حزام الأمان. اللي في المقدمة، في مقدمة السيارة، كانوا أولاد اثنين مع أبوهم، أو شباب خلني أقول مع والدهم، وصدفة كان بدل ما يستمر على الكوبري انحرف يمين يبغى يطلع على الخدمة، على المخرج يبغى. المخرج نعم. فكان الاصطدام مباشرة في الزاوية اللي تجيك الصبة، على يعني ما قلت أول كانت صبات وذا، والآن تعدل الوضع إن شاء الله. حاجز يعني حاجز خرساني موجود في زاوية مدخل الجسر الكبري هذا، ضرب فيها مباشرة. أصيب الوالد، توفى رحمة الله عليه، الله يرحمه. الولد اللي قدام الله حفظه بحفظه سبحانه، بعد ربط حزام الأمان ارتد على شد الحزام وارتد على المرتبة. اللي وراء طلع مع القزازة اللي في الخلف، ما هو رابط الحزام، ما هو رابط الحزام. اللي ما هو رابط الحزام اللي هو السايق والراكب الخلفي. فهذه فكان يسولف لنا الولد بعد ما أخذنا التحقيق معه، قال حكمة الله أني أنا أكون رابط الحزام. ماني يقول ماني حريص أساسا، لكن سبحان الله ذاك الوقت أنا عملته بالطريقة الصحيحة، ما هي بالطريقة اللي يعملها شبابنا الآن اللي عملية يرد كذا ويحطه. وعلى فكرة يقولون هذه الطريقة خطرة. خطأ جدا، وخطرة أيضا، أنه حتى ممكن تسبب لك حتى الحزق والاختناق. وبعدين ما تمسك الجزء الأوسط مع مكبح مكسكة المكابح الفرامل، ما تمسك الجسم يثبت على المقعد السيارة. أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك على الرسائل التوعوية القيمة أستاذ إبراهيم أبو شرارة، مستشار الأمني عضو جمعية أمال للوقاية من الحوادث. هذا شك أنه جهود كبيرة اليوم من الجهات الحكومية على رأس وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالسلام المروري. بعد الفاصل نعود.